بدك رجعيهم، انت عم تضحكي وتلعبي. والله العظيم ما مديت ايدي عليهم، طلقت ايدي اذا مديت عليهم. لك مو بس ايدك اللي طلقتها، عينك على لسانك ورقبتك. بدك تضحكي علي ولا فكرية؟ بدك تضحكي علي؟ انت بدك تضحكي علي؟ انت بدك تضحكي علي؟ انت بتضحكي علي؟ اسمعي يا فكرية، اقسم بالله العظيم معك من هون للمساء اذا ما بتلتع. يلا لك مقصوفة الرقبة، يلا تكا يا ابن عمي، ان شاء الله بيتكوا ابريك. لك شو صار معي؟ ما بعرف، انا حطيتهم بايدي هون عالرف. شو فكرية وين الامانة؟ والله ما عم لاقيها. هيدي هيدي ما عم اسمع. والله العظيم حطيتهم هون عرف وما بقى لقيتهم. شو هي ما بعرف؟ شو الأمانة تركب لها جناحات وطارت ولا ركبوا لها رجلين ومشيت؟ الأمانة بدي اياها فكرية. طول بالك انت ولا تعصب، هلا بنكت البيت كله عليهم، بس انت لا تعصب. لك ان شاء الله بينكتوا كرارك، بدك تنكتي البيت، بتنكتي بيت المونة، بتنكتي بيت اهلك، بتنكتي هالراس، الأمانة بدها ترجع لصاحبها. حاضر انت بس اهدى ورقوا لا تضربني ان شاء الله. يلا اضربي من قدامي، عم استنى انا. يلا لا اله الا الله. شو يعني ما لقيتي الأمانة؟ لك وين راحت الأمانة فكرية؟ وين راحت؟ يا لأبتي والله ما بعرف، أنا حطيتها بإيدي هون عرف. وين طارت؟ لك وين طارت؟ جبتي سيرة الأمانة لحدا من أهلك؟ أعوذ بالله، إن شاء الله بينقصوا لساني إذا جبت سيرتها قدام مخلوق. طيب طيب، حدا من أهلك إجا لعندك على البيت؟ والله العظيم ما حدا ناس البيت. بعدين حتى لو اجوا لعندي انت بتعرف انه اهلي شبعانين ولا بعينهم لا ذهب ولا مصاري. قلتي لي شبعانين، اذا شبعانين ما ضل غير انت. لك انت اللي سرقتيني، ومثل ما سرقتي الذهبات ولا فكرية بدك ترجعيهم، انت عم تضحكي وتلعبي. والله العظيم ما مديت ايدي عليهم، طلقت ايدي اذا مديت عليهم. لك مو بس ايدك اللي طلقتها، عينك على لسانك ورقبتك. بدك تضحكي علي ولا فكرية؟ بدك تضحكي علي؟ انت بدك تضحكي علي؟ اسمعيني يا فكرية، اقسم بالله العظيم معك من هون للمساء اذا ما بتلتع الأمانة، احسابك رح يكون غير شكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما لقيتهم رشدي؟ لك مرزوق مو انه انا ما لقيتهم، يعني ما لقيتهم لانه حرمتي ما انا بالبيت، وحرمتي هي المخباية المصاري، فانا ما لقيتهم. يعني هي لترجع بتقلي وينهم فبلاقيهم، بتجي لعندي انت المسا بتاخذهم. ايه شو علي، بنستنى للمسا. هو انت عيني مرزوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله معك. شد لايدك ابو عرفان، شد شوي. برافو عليك. الله لا يوفقك يا فكري ويسود لك وشك مثل ما سودتي لي وشي قدام صاحبي. الهي ربي الله لا يوفقك. وقع حركها ابو عرفان، حركها. ازيك يا فكريه؟ انا معاذ الله يا حبيبتي، والله معاذ الله، بس يعني انا عم اقول بركضن شفتيهم هالناح ولا هالناح؟ كيف بدي شوفهم هالناح ولا هالناح؟ ليش انا غرفتك بفوت عليها؟ فهميني بس كيف؟ والله ما كان العشم فيكي هيك بسيطة. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن مين اللي اخذهم؟ وانا شو بيعرفني مين اللي اخذهم؟ روحي شوفي مين اللي فايت بيتك ولهف لك اياهم وبده يتهمنا النا بالسرقة. فكرية، إذا طالع علينا صيت إنه نحن حرامية، بتتهمينا بسرقتهم؟ والله مو قصدي يا عم عدلي، أنا بس يعني عم بسأل سؤال. بس أنت ما عم تسألينا، أنت عم تتهمينا بالسرقة. لهيك بتنقلعي من بيتي، وإذا بشوفك مرة تانية بدي شرشعك. بس يا أمان انقلعي.
يسامحك. الله لا يسامحك. لين اختي احلين، فوتي فوتي. وين امك؟ ليكا وين؟ خير شو بكي؟ خير خير. شو في يا عمو؟ مصيبه مصيبه وقعت على راسي. عبديني شو في؟ انسرقنا. ما سرقنا. شو انسرقتوا؟ ايه عمو، في حرامي نزل لعنا على البيت وسرق لنا 5 ذهبات. يا لطيف، منو هادي اللي سرقكم لك اختي؟ ما بعرف شيء يا عمو، بس سرق كل الذهبات وما خلى شيء منهم. شلون؟ وامتى صار هالشيء؟ بعدين جوزك منن له 5 ذهبات؟ مو إله يا عمو، مو إله. هنن بالاصل تبعات شغيل القهوة وهو مخبيهم عنا. يي، هذا قرقون لأبوكي. دغري بيحط الحق عليكي. هذا إذا ما ضربك كمان. لسا بده يضربني؟ أمي أنا جسمي نحاس من كتر القتل. لك أنا شو ذنبي باللي صار؟ كرمال الله قلي لي شو ذنبي؟ قومي روحي على البيت، دوري عليهم منيح، بركي نسياني وين حاط الطيون. يا امي ما خليت ولا قرنه، قلبت البيت وقاني تحتاني. تعي شوفي مثل الخرابه سويته. معلش يا امو، روحي على البيت انكتي نكت، بركي بتلاقيهم. رح انقبر قوم، بس والله مثل ما قلت لك ما خليت ولا قرنه ما دورت فيها، بس رح انقبر. قومي اختي قومي، اذا لقيتيهم طمنينا. اقري الضحى امي. بس ايدك بعيد. أبرين ولي على هالطابوس اللي وقعتي فيها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما خليت مطرح لو دورت فيه، شو أعمل بحالي؟ لك هاد الحكي ما بيخلط بمشطي أنا. بعدين من اليوم ورايح ما بيشرفني تكون مرتي واحدة مثلك يا حرامية يا سرقة. أنا مالي حرامية، أنا بنت عالم وناس أنت بتعرف. لك لا تردي بوشي، لا تردي بوشي، أحسن ما أخلعك كف وكل حنكك فك. ها بعدين اسمعي شو رح لك، معك من هون لبكرة الدار. إذا ما بيبينوا المصاري ماسكك بإيدي وآخذك لعند بشير أفندي، مخليه يخلعك نقف الدين فلقة، مخليكي تعترفي المصاري وين. يا حرامية يا سرقة يا جوعانة ببيت أهلك. يا مرزوق. أهلي عمي رشدي. أخي مرزوق، يعني أنت بتعرف إنه كلمتي كلمة الملا؟ معلوم كلمتك كلمة. أخي بكره المسا تعخد مصاري. وليش بقى؟ بلا ليش مرزوق، بلا ليش، الله يوفقك. بكره من كل بيت بعد عرس بعامر بيكونوا المصاري بجيبتك. وشو ما قلت علي مسامحك الله وكيلك. خذ لي طريق. مروق مرزوق؟ خذ لي طريق يرحم أبوك. يلا شرف ما في حدا. لك ما صفت الرابع بناتي لك، ما بتسمعي؟ لك فكرية؟ لك وين لك وليه؟ عم وين راحت هاي؟ أكيد راحت لعند أهلها مشان عرس أختها. إيش وعلي يا فكرية؟ تبارك عندي. اي والله والله لا افضحك قدام امك واخواتك، وبعدين افضحكم بالحاره كلياتها. شو علي؟ شو علي؟ شو علي؟ شو علي؟
عليهم. سهرة كشتي ساعة لتفتحوا الباب. أهلين سهري تفضل. يلا 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 تستر. وينها؟ وين مقصوصة الرقبة؟ هاي سهري مين؟ مين هي ست شفية؟ يعني عن مين بدي أسأل عنكم أنا؟ عن فكرية. فكرية؟ أهلين سهري. أهلين مرت عمي. وين فكرية؟ أنا اللي عم بسألك ليش مو جاي معها؟ يعني فكرية ما له؟ لا والله يا سهري ما له هون. فضايل الله والنبي، وين راحت البنات؟ بنتك هربت من البيت مرت عمي، هربت من البيت. يوه شو عم تقول سهري؟ فكرية ما بتعمل هيك. حلفي حلفي ست شفية، ايش وجاي اتبلاكن انا؟ عملتها ست راسي، عملتها سرقت المصاري وهربت. اي والله 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 لا افضحكن كلياتكن، انتو اللي عم تستروا عليها. ولا رجلي شو عم تحكي انت؟ شو عم تخبص؟ صار لعقلك شي؟ بنتي اشرف منك وما انا حرامية، فاهم ولا لا؟ اي لا حرامية، حرامية وستين سراقة كمان، مو سراقة وحدة. بقى إذا مخبينا هون طالعوها أحسن ما أفضحكم كلياتكم. ها يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. والله العظيم ما بنعرف وينها يا صهري. قولي على قلبي وين راحت أختي يا مو؟ بسيطة بسيطة وكتير كمان، أنا بعرف شغلي معكم. يا عيب الشوم عليك، قولي على هالمصيبة، قولي على هالفضيعة، يا على أرضك يا أم سليم. وين راحت البنت؟ وين راحت؟ وين بدها تكون راحت أختي؟ شو بيعرفني يا أمو؟ يا على أمتي الله يستر. يا على أمتي ولي على أمتي. لك ليش ما عرفيني؟ ليش أنا وين شفتك لحتى أقول لك إنه بنتك؟ أخ الله لا يوفقك ولا يوفق بنتك. بستاهل والله بستاهل. بتستاهلي؟ لك الله لا يوفقك على نصيب الوحي فراستها. شو بدنا نسوي هلا؟